بص يا زكريا، دلوقتي قبل ما نتكلم عن الفسيولوجي، بس عايز افتكر كده معاك اللي هو الفسيولوجي بتاع المنستريويشن. ماشي. بص، الدوره كانت بتبدا ان في نقص في الاستروجين ليفل. الدوره كانت بتبدا بنقص الاستروجين ليفل، لما بيقل عندك حاجه اسمها اللي هو الاستروجين، بيحصل زياده في الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، عشان تروح رايحه على البيتوتر تزود الاف اس اتش والال اتش. بس مين اللي كان بيزيد الاف اس اتش؟ الاف اس اتش ده يطلع عشان يكبر الفوليكل، والفوليكل تبقى دوميننت لحد ما تتحول لحاجه اسمها جريفيان. ايه الجريفيان؟ فوليكل تبدا تطلع لك استروجين. فالاستروجين ده لما زاد عمل ايه في الاف اس اتش؟ قلله وعمل حاجه اسمها بوست فيدباك، حاجه اسمها ال اتش سيرج. والفوليكل دي ربشرت، طلعت منها الاوفم وتحولت الجريفيان فوليكل حاجه اسمها كوربس ليوتيام، عشان الكوربس ليوتيام يطلع ايه؟ بروجسترون. ده في اليوم ال 14 من الدوره، بعد اليوم ال 14 اللي هو النص الثاني من الدوره. على حسب ده، بعد كده على حسب لو حصل حمل هيطلع هرمون اسمه اتش سي جي، اللي يعمل منتين للكوربس ليوتيام لحد من الثلاث شهور لما البلاسنتا تكون. طب لو ما حصلش هيموت الكوربس ليوتيام ويقل البروجسترون ويحصل شيدنج ومنستريويشن. مش ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله في السايكل؟ طيب في النص الاولاني من السايكل، انهي هرمون اللي بيبقى متحكم؟ الاستروجين. والاستروجين ده كان بيجي على السيرفيكال ميوكس يخليه يسن وبرفيوز. صح. اما النص التاني من الدوره، مين الهرمون اللي بيطلع؟ بروجسترون. فكان بيخلي السيرفيكال ميوكس سكانتي وسك. وكان البتاع اللي هو الاستروجين في النص الاول من السايكل بيعمل حاجه اسمها بوست في اتنين تيست، فاكر بوست فيرن تيست وثري تيست؟ طب في النص التاني من الدوره ما بقاش فيه استروجين، فالتيستات دي تبقى بوست ولا نيجاتيف؟ معنى كده في الاوفيوليشن، الست اللي حصل عندها اوفيوليشن طبيعي، الفيرن تيست والثري تيست اللي احنا كنا شرحناهم في الفسيولوجي هيبقوا نيجاتيف افتر بينج بوزيتيف، معناه ان هي كده عندها اوفيوليشن حلو. ماشي. طب لو فضل عندها التستات دي بوزيتيف، يبقى كده النص التاني من الدوره ما حصلش، يعني البروجسترون ما حصلش، يعني الاوفيوليشن ما حصلش. عشان كده لما نيجي نشخص الانوفيولاتري سايكل، انوفيولاتري سايكل هيبقى التستات اللي عندك اللي هي الفيرن تيست والثري تيست هتفضل دايما بوزيتيف. صح المعلومه دي؟ يبقى احنا قلنا زمان ان في السايكل النص الاولاني من السايكل متحكم عندك حاجه اسمها الاستروجين، بيخلي الميوكس سين وبرفيوز، وبيعمل اتنين بوست في تيست سيريت تيست، اللي انا كنت بجيب ميوكس واحطه على اتنين تيست تيوب واشدهم كده او على صباعي فلاقيه بيعمل خيوط معايا. وكان في فيرن تيست اللي انت بتشوف السيرفايكال ميوكس تحت الميكروسكوب اللي عامل زي متفرع زي ورق الشجر. دول مين اللي بيعملهم؟ مين اللي بيخليهم بوست؟ الاستروجين. النص التاني من الدوره طلع هرمون اسمه بروجسترون، خلى التستات ديت ايه؟ نيجاتيف. هو البروجسترون ده مش بيطلع بعد ما بيحصل اوفيوليشن، عشان كده في الاوفيوليشن الطبيعي التستات ديت هتبقى نيجاتيف افتر بينج بوزيتيف. اما لو في انوفيوليشن ما حصلش اوفيوليشن اصلا، فالتستات ديت هتفضل دايما ايه؟ بوزيتيف. تمام كده؟ طيب دي معلومات كده قبل ما نبدا الانفيرتيليتي. تعالى بقى كده نتكلم عن الانفيرتيليتي. يعني ايه اصلا الانفيرتيليتي؟ النهارده شرحنا الامينوريا، قلنا الامينوريا الانفيرتيليتي برضه. احنا النهارده الصبح شرحنا امينوريا، قلنا الامينوريا كان منها نوعين، يا اما برايمري يا اما سكندري. فالانفيرتيليتي برضه يا اما برايمري يا اما سكندري. في فرق ما بين كلمه اسمها انفيرتيليتي وسترليتي. انفيرتيليتي دي حاجه ريفرسبل، يعني ليها سبب وتتعالج. اما الاسترليتي معناها ان هو اصلا ما حصلش حمل نتيجه ان في سبب نون تريتابل، يعني انا مش عارف اعالجه اصلا. فالاسترليتي معناها ايه؟ معناها فيلير اوف كونسبشن نتيجه نون تريتابل كوز، يعني واحده ما عندهاش اصلا يوترس. يبقى انا اسميها انفرتايل ولا استرايل؟ لا، يبقى في استريليتي. طب كلمه انفرتيليتي معناها ايه؟ معناها انابيليتي تو كونسيف. التعريف ده مهم، انابيليتي تو كونسيف افتر سنه او سنتين من كونتينوس ماريد لايف. يعني واحده ما اتجوزت النهارده وجوزها سافر، تقول انا عندي انفرتيليتي، لازم يبقى سنه او سنتين من كونتينوس ماريد لايف وزود يوزنج الكونترسبشن. انواع الانفرتيليتي اما برايمري اما سكند. انفرتيليتي يعني الست دي ما خلفتش خالص قبل كده. طب السكندري يعني الست خلفت وبعد كده بقت انفرتايل. طب ايه الاسباب اللي عندنا؟ والله في اسباب ممكن تبقى عند الست او عند الراجل او عند الاثنين، او سبب مش معروف اصلا unexplained، يا اما في disturbance في sexual relationship بينهم هما الاثنين. مين اشهر سبب الانفيرتيليتي؟ الست. طب الست عندها ايه؟ عندها حاجه اسمها female genital system بيشمل الاوفري فالوبيان تيوب. بص انا بدات ما بداتش من تحت، انا خدت الاوفري، يعني انا بادئ بترتيب المهم الاوفري، بعد كده فالوبيان تيوب، بعد كده بيرتونيوم، اندومتريوم، فاجينال، سيرفايكل. يعني دي المشاكل عند الستات. مين اشهر سبب عند يعمل انفيرتيليتي؟ هو الفيميل فاكتور. طب اشهر حاجه في الفيميل فاكتور هو ايه؟ هو الاوفري.
طب اشهر حاجه في الاوفري هي ايه؟ انوفيوليشن. احنا بقى نمسك اسباب الاوفري. اسباب الاوفري تلات حاجات، رقم واحد انوفيوليشن، رقم اتنين اليوتيال فيز ديفكت، بعد كده حاجه اسمها لوتونايزد ان رابشر فوليكل. نمسكهم بقى واحده واحده ونتكلم عليهم. رقم واحد انوفيوليشن. انوفيوليشن يعني ما حصلش اوفيوليشن، يعني ما حصلش الاوفيوليشن اللي كان بيحصل في اليوم الكام الدوره، اليوم ال14. هو اليوم ال14 ده مش كان بيحصل ال اتش سيرج عشان الاوفم الاوفر الاوفم تطلع لبره ويطلع بروجسترون ويعمل النص الثاني من الدوره؟ يبقى الانوفيوليشن معناها ان المنستريويشن حصل لها اريزميا، وقفت منستريوال اريزما بسبب مشاكل في الاتش بي او اكسس اللي احنا شرحناه الصبح، اللي هو كان الهايبوثالامو بيتوتري اوفيريان اكسس. طب ايه الاسباب؟ احنا قلنا مين اشهر سبب يعمل انفيرتيليتي الفيميل فاكتور، واشهر سبب في الفيميل الاوفري، واشهر سبب بقى في الليله دي كلها هو الانوفيوليشن. يعني الانوفيوليشن هو الكومنست كوز بتاع البرايمري انفيرتيليتي. طب بيتقسم اربع جروب، واحد واثنين وثلاثه واربعه. جروب واحد، مش انا قلت المشكله بتاعت الانوفيوليشن في الاتش بي او اكسس؟ جروب رقم واحد المشكله سنترال في الهايبوثالاموس، يعني مفيش جونادوتروبين ريليزنج هرمون، او المشكله في البيتيوتري، ما ده سنترال اهو، مفيش اف اس اتش وال اتش. طب جروب اتنين قال لك اوفيريان ديسفانكشن، ويقصد بيه المرض اللي اسمه البي سي او، والبي سي او كانت بتعمل انوفيوليشن اصلا، لان كان البي سي او بيحصل فيها بيزيد فيها الاستروجين اي واحد ويعمل نيجاتيف فيدباك على اف اس اتش، فانا النص الاول من الدوره اصلا مش موجود. طب جروب رقم 3 حاجه اسمها جونادال فيلير. طب ايه اللي يفرق وقت 2 من 3؟ 3 دي جونادال فيلير على مستوى الاوفري بصفه عامه، 2 خد مرض معين اللي هو البوليسيستيك اوفري. طب الجروب رقم 4 هايبر برولاكتينيميك انوفيريشن. اصل احنا اتفقنا الصبح ان البرولاكتين بيقلل الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، وكمان بيقلل السنسيتيفيتي بتاعت الاوفري للاف اس اتش والال اتش. احنا كده اتقسمنا كام جروب للانوفيليشن؟ أربعة. جروب رقم واحد كان سنترال، جروب رقم اتنين ovarian dysfunction BCO، رقم تلاتة gonadal failure، رقم أربعة هايبر بروليكتينيميا. تمام؟ طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ حط الأربعة جروب قدامك ونقي. يعني مثلا البتاع اللي هو الهايبر بروليكتينيميا أكيد هتعمل جلاكتوريا مثلا وأمينوريا. طب البي سي او يعمل، البي سي او ده كان الكلينيكال بيكتشر بتاعته انوفيليشن وكلمة موت، كان في اوبستي وحاجه اسمها ديرماتولوجيكال مانيفيستيشن، وكان الام ده من استيروال ابنورماليتي، يبقى انا هلاقي عندي من استيروال ابنورماليتي. البي سي او ده مش كان بيعمل دي ديرماتولوجيكال مانيفيستيشن اللي هي بتاعه الهايبر اندروجينيزم وفي هرشيتيزم، يبقى الكلينيكال بيكتشر بناء على الحاجات اللي موجوده عندك، يعني سيمبتومز ريليتد للكوز، وقول امسك الاسباب وقولها. طب ايه الانفستيجيشن؟ انا عندي كام جروب يا زكريا؟ 4. طب الانفستيجيشن انا هعملها ايه؟ اول حاجه الجروب رقم واحد كان سنترال، مفيش جونادوتروبين ريليزنج هرمون او مفيش اف اس اتش او ال اتش، يبقى اكيد في الجروب رقم واحد الليفل بتاع الاف اس اتش قليل. في الجروب رقم اتنين اكتب الانفستيجيشن بتاعت البي سي او، كان البي سي او الهرمونات اللي فيه كان ال اتش بيزيد والاف اس اتش بيقل، الاستروجين اي واحد عالي. طب ايه اتنين توتال؟ قليل، بس الفري تي اتنين، ايه اتنين قصدي، كان عالي، انا بجيب، وكان البي سي او ده فيه زياده في الاندروجين، فالليفل بتاع الاندروجين يبقى عالي. طب جروب رقم تلاته اسمه جونادال فيلير، المشكله في الاوفري، هو الاوفري مش كان بيشتغل عليه الاف اس اتش وال اتش، فاكيد في الجروب رقم 3 الاف اس اتش يبقى عالي. يعني الجروب رقم 1 الاف اس اتش قليل، جروب رقم 3 الاف اس اتش عالي. طب الجروب رقم 4 مش كان عنده هايبر برولاكتينيميا يا زكريا؟ يبقى الليفل بتاع البرولاكتين في الجروب رقم 4 يبقى عالي. طيب انا كده سبت حته في الانوفيوليشن، ايه هي اصلا التستات او انت ازاي تشخص الاوفيوليشن؟ هنرجع لها دلوقتي، بس انا بتكلم دلوقتي على الانوفيليشن بصفه عامه، وانا هاخدها بتاعك بقى في سكه الاوفيليشن بشخصه ازاي. طب لو ما حصلش اوفيليشن يبقى اكيد السيمبتومز اللي انا اقولها والساينز هتتعكس. طب ايه التريتمنت بتاع الانوفيليشن؟ واحده عندها انوفيليشن اسبابه الاربعه جروب دول، والله كان ممكن البي سي او ده يكون سببه اوبستي فالست تقلل تعمل ويت لوس. لو عندها هايبر برولاكتينيميا ده حاجات دوبامين اجونست، رحت عملت برومو حلقه في مطعم كابر صبح، برومو كريبتين وكابر جولين، وديها اللي انا هشرحه بقى الادويه اللي هتتشرح المهمه اللي اسمها اندكشن اوف اوفيوليشن. تمام، تعالى بقى كده ازاي نشخص احنا مع بعض الاوفيوليشن. هو الاوفيوليشن ده بيحصل ازاي؟ والاوفيوليشن ده الاوفيوليشن بيحصل في اليوم ال14 من الدوره. بص، هو انا ازاي اصلا اشخص الاوفيوليشن؟ والله في سيمبتومز وفي ساين. السيمبتومز عندك قال لك ان السايكل بتبقى ريجولر. بص الحاجات اللي بتحصل للبنت في الدوره ايه؟ السايكل بتاعتها بتبقى ريجولر، عندها حاجه اسمها بي ام اس، وعندها سبازموديك ديسمينوريا، وعندها تلاتة اوفيولاتوري، كان في حاجه اسمها اوفيولاتوري بين اللي هو وجع في الجنب مع الاوفيوليشن، وكان بينزل معاه شويه نقط دم سبوتنج، وحاجه اسمها اوفيولاتوري ديسشارج. يبقى انا دلوقتي السيمبتومز اللي بتشخص الاوفيوليشن، اللي انت عندك في السايكل بتبقى ريجولر، في بري منستريوال سايكل، وفي حاجه اسمها السبازموديك ديسمينوريا، وتلاتة اوفيولاتوري ذكريه، اوفيولاتوري بين، اوفيولاتوري ديسشارج، اوفيولاتوري سبوتنج. ممكن نجمعها في كلمه اسمها رابسو. رابسو
بص الار ريجولار سايكل، البي بي ام اس، الاس سبازموديك ديسمينوريا، تمام، والاو ثلاثه اوفيلاتر، اوفيلاتري بين، اوفيلاتري ديسشارج، اوفيلاتري سبوتنج. طب دي السيمبتومز. طب ايه الساين؟ الساين هو عايز اقول لك ايه التستات اللي انت بتشخص بيها الاوفيليشن، وكلها حاجات بحرف البي. هو الاوفيليشن مش بيحصل في اليوم ال14؟ مين الهرمون اللي بيطلع بعد اليوم ال14؟ البروجسترون. فالبروجسترون ده لما بيطلع عصام بيزود البادي تمبريتشر، يعني بيزود البادي تمبريتشر. فلما بيزيد البيزا البادي تمبريتشر بيزيد حوالي نص درجه، يعني بتنم من 10 ل 4 من 10. بص البنت اثناء السايكل في الاول 14 يوم بيبقى الهرمون اللي موجود هو مين؟ الاستروجين. فبيبقى درجه الحراره عندها الطبيعيه، فيبقى الكيرف بالمنظر ده، كيرف واحد اسمه مونوفيزك. اكيد في اليوم ال14 بيطلع البروجسترون، فيعمل ايه في درجه الحراره بتاعتها؟ يزودها. فكده انت رسمت كام كيرف؟ اتنين. يبقى اسمك باي فيزك، يبقى الست اللي يحصل عندها اوفيوليشن يبقى البيزا البادي تمبريتشر بتاعتها بتزيد نتيجه زياده البروجسترون، فبتزيد من 2 من 10 ل 4 من 10. لو هي عندها اوفيوليشن فالكيرف بتاعها يبقى باي فيزك. طب لو مفيش اوفيوليشن يبقى الكيرف التاني ده مش هيحصل، يبقى الكيرف ايه؟ مونوفيزك. انا بشخص معاك الانوفيوليشن عايز اكريه، بقول لك النورمال واقول لك ازاي تضرب. اول بي قلناها هو البيزا البادي تمبريتشر. طب البي اللي بعد كده قيس الليفل بتاع البروجسترون في الميد ليوتيال فيز. هو الليوتيال فيز مش 14 يوم، من 14 ل 8، يعني من اليوم ال 14 ليوم ال 28، نصهم كام؟ 21 يوم. تعالى انت بقى عند اليوم ال 21 وقيس الليفل بتاع البروجسترون. لو انت لقيت الليفل بتاع البروجسترون اكتر من 10 نانو جرام يبقى البنت دي عندها اوفيوليشن. لو لقيته اقل من 3 نانو جرام يبقى البنت والله العظيم ما حصلش عندها اوفيوليشن. اما لو لقيته من 3 ل 10 يبقى البنت عندها مشكله في الليوتيال فيز، ليبيد ليوتيال فيز ديفكت. يبقى انا دلوقتي ازاي اعمل ديتكشن الاوفيوليشن؟ كلها حاجات بحرف البي. رقم واحد بيزا البادي تمبريتشر، المفروض لو الست طبيعيه عندها الكروبس ليوتيان بيطلع بروجسترون، البروجسترون له سيرموجينيك افكت يرفع درجه الحراره. لو هي طبيعيه وعندها اوفيليشن يبقى كيرف باي فيزز، كان الاول كده وبعد كده زاد. طب لو ما حصلش اوفيليشن يبقى هو كيرف واحد بس مونوفيزك اللي هو بتاع الاستروجين. تاني حاجه اللي هو هرمون الاس اي بتقيس الميد ليوتيال سيرم بروجسترون في اليوم ال21، يعني مش في اليوم ال14، انا بقيسه في نص الليوتيال فيز. الليفل بتاعه لو اكتر من 10 نانو جرام يبقى فيه اوفيليشن، اقل من 3 اعصام يبقى ما فيش اوفيليشن، من 3 ل 10 يبقى في حاجه اسمها ريوتير فيز ايه ديفكت. قال لك بعد كده تعالى واعمل الترا ساوند وشوف البري اوفيولاتري جريفيان فوليكل، يعني شوف حجم الجريفيان فوليكل قبل اليوم ال 14. لو لقيت حجمها كبير كده وعلى استعداد اللي هي ترابشر يبقى البنت دي هيحصل لها اوفيليشن. يبقى بشوف حجم البري اوفير، ادي البي اللي بعد كده بري اوفيراتري جريفيان فوليكل. طب البي اللي بعد كده قال لك اعمل بري من استيرول اندوميتريال بايوبسي، يعني تعالى قبل ما البنت يحصل عندها الدم ينزل خد بايوبسي من الاندوميتريا. بص يا زكريا بعد اليوم ال 28 بتحصل سايكل جديده والبنت يحصل لها منستريشن، قال لك تعالى في اليوم ال 26 مثلا خد بايوبسي من الاندوميتريا. هتلاقي ايه اللي موجود في الاندوميتريوم؟ سيكريتوري فيز ولا بروليفريتيف فيز؟ انا في اليوم ال 26 يعني اللي متحكم البروجسترون، فلاقي سيكريتوري ايه؟ فيز، صح؟ فقال لك تعالى بري من استيرول اندوميتريال بايوبسي وخده في اليوم ال 26، يعني يوم او يومين قبل الدوره ما تحصل لها. هتلاقي ان في سيكريتوري تشينج، ده يعرفك ان في بروجسترون. طب في حاله الليوتيال فيز ديفكت، الليوتيال فيز ديفكت يعني الليفل اللي عندك بتاع اللي هو البروجسترون بيبقى قليل، فده بيعمل لاج بيأخر الايام شويه، تمام كده. طب اخر حاجه فضلنا هي السيرفايكال ميوكوس، وانا لسه بادئ بيها في الاول. قلت يا عصام ان في النص الاولاني من الدوره الهرمون الموجود هو الاستروجين، فبيخلي السيرفايكال ميوكوس سن وبروفيوز وبيعمل حاجه اسمها بوست في سريت تيست وبوست في فيرن تيست. بعد اليوم ال14 بيطلع البروجسترون يخلي السيرفايكال ميوكوس سيك وفيسنت وسكانتي، تمام، ويخلي الثريت تيست والفيرنس يبقوا نيجاتيف. يعني لو واحده عندها اوفيليشن طبيعي هتعرف ان هي حصل لها اوفيليشن ازاي؟ ان التستات دي قبل الاوفيليشن كانت بوزيتيف وبعد كده بقت نيجاتيف، يعني نيجاتيف افتر بينج بوزيتيف. طب لو ما حصلش اوفيليشن يبقى التستات دي هتفضل دايما ايه؟ بوزيتيف، لان متحكم فيها الاستروجين. ما هو الاوفيليشن ما حصلش. كده خلصنا اول درس اللي اسمه ايه؟ اسمه انوفي. بقى قلنا اول سبب من اسباب الانفيرتيليتي مين يا زكريا؟ هي الفيميل، والفيميل منها اوفيريان، والاوفيريان ده هو اشهر حاجه. اشهر حاجه في الاوفيريان الانوفيليشن، وعرفنا الانوفيليشن قلنا احنا درسنا كام جروب ستات بيدرسنا كام جروب؟ اربعه، وحطيت الاربعه قدامي وخدت منهم كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن والتريتمنت. والتريتمنت كنت بعمل حاجه اسمها اندكشن اوف
اوفيريشن. قلت لك الاول طب ازاي تعرف ان في اوفيريشن من السيبتوم الجماعه في كلمه رابسو والساينز كحاجات بحرف البي. البي بيزر بوز تمبريتشر بروجستور ليفل بري اوفيراتري جريفيان فوليكل بايوبسي للاندوميتريوم وفي الاخر حاجه اسمها سيرفايكال بايوبسي. اعالج الانوفيريشن ازاي بادويه اسمها اندكشن اوف اوفيريشن. ايه بقى هي الادويه اللي بتعمل اندكشن اوف اوفيريشن؟ ده اهم حاجه بقى. اندكشن اوف اوفيريشن عظام معناها ان انت تعمل سايكل. يعني انا هعمل سايكل للست دي. ايه الادويه؟ بص هنقولهم الاول ونشرح كل واحد لوحده. عندنا دواء اسمه كولوميد اللي هو كولوميفين سيتريت. بعد كده همج اتش ام جي. بعد كده اتش سي جي. بعد كده ممكن تدي اف اس اتش. بعد كده ممكن تدي كولوميد واتش ام جي واتش سي جي مع بعض. تمام؟ تعالى بقى كده نقول الادويه دي واحده واحده. اول دواء اسمه كولوميد او اسمه كولوميفين سيتريت. بص البتاع ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن انتي استروجين. يعني بتاع ده انتي استروجين. بص انا هعمل ايه يا زكريا؟ البتاع ده انتي استروجين اللي هو الكولوميفين سيتريت. في دواء تاني اخوه اسمه تاموكسيفين. تاموكسيفين ده زي الكولوميد برضو يبقى انتي استروجين. البتاع اللي هو الكولوميد ده بيتخانق مع الاستروجين على الريسبتور. تمام؟ لما الكولوميد يتخانق مع الاستروجين على الريسبتور بيحصل ايه في الاستروجين؟ بيقل. فمين الهرمون اللي هيطلع عصام لما الاستروجين يقل؟ الاف اس اتش. يعني هيطلع الجونادوتروبين ريليزنج هرمون والاف اس اتش. انت طبعا عايز تعمل للبنت دي سايكل، يعني عايز تعمل لها اوفيوريشن. فعملت ايه؟ اديت الاول كولوميد ده انتي استروجين، خلى الليفل بتاع الاستروجين يبقى قليل مع السايكل الطبيعيه. اول ما بتبدا يبقى الليفل بتاع الاستروجين قليل، البتاع ده قلل الليفل بتاع الاستروجين. فلما قلل الليفل بتاع الاستروجين هو الاستروجين ما قلش، هو عالي بس هو حسسك ان مفيش استروجين عشان هو اتخانق مع الريسبتور. الاستروجين بقى قليل، طلعت الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي هو وراح مزود الاف اس اتش. الاف اس اتش ده لما جاي فضل يكبر الفوليكل يكبر الفوليكل لحد ما الفوليكل هي كمان راحت مطلعها ايه؟ استروجين. بعد كده هوقف الكولوميد. هل الاستروجين يلاقي حاجه يتخانق يلاقي حد يتخانق معاه؟ فالاستروجين يروح مخلي الفوليكل اللي عندك ترابشر ويطلع منها مين بقى؟ الاوفم اللي انت عايزها. يبقى انت كده عملت اوفيريشن. يبقى بص الكولوميد الميكانيزم بتاعته ان هو بيتخانق مع الاستروجين على الريسبتور اللي موجوده. الاستروجين ريسبتور دي موجوده في الهايبوثالامس، فيحسس ان الهايبوثالامس ان في نقص في الاستروجين، فيروح طالع حاجه اسمها جونادوتروبين ريليزنج هرمون واللي هيزود الاف اس اتش. الاف اس اتش يجي على الفوليكل يفضل يكبرها فالفوليكل تطلع استروجين. وقف الاول ما توقف الكولوميد الاستروجين ده يروح جاي عامل بوست فيدباك على الهايبوثالامس يقول له اعمل حاجه اسمها ال اتش سيرج فيحصل اوفيوريشن. يبقى انا كده عملت الدوره اللي انا لسه شرحها في الاول. اه بالظبط كده. تمام؟ في اي مشاكل كده؟ طيب الكلوموفيت ستريت الانديكيشن بتاعته ايه؟ في اتنين ثابتين هنقولهم في كل الادويه، في الادويه اللي احنا هنقولها. طب لو في مشكله في الهايبوثالامس على الخطوه دي مش لا ما مستحيل. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك ان الكلوميد بيستخدم في علاج طيب او جروب اتنين انوفيريشن. جروب اتنين ده اللي هو كان البي سي او. ما هو البي سي او كان فيه زياده في الاستروجين فانا بقى وكان ما فيهوش اصلا اف اس اتش. فالبتاع ده بيستخدم في جروب اتنين. تمام؟ عارف بقى لو قال يستخدم في علاج جروب واحد يبقى هو ما بيفهمش. ما جروب واحد ده ما فيش اصلا اف اس اتش ولا ال اتش ولا في جونادوتروبين. صح ولا غلط؟ المشكله كانت سنتر. طب ايه الانديكيشن بتاعتك؟ في اتنين ثابتين في كل الادويه، اوليجوسبيرميا في الميل واليوتيال فيز ديفكت. يبقى اي دواء هقوله هقول لك يا زكريا يستخدم في ايه؟ قول لي يستخدم في اليوتيال فيز ديفكت والاوليجوسبيرميا في الميل. تمام؟ زائد ان الكلوميد بيستخدم في التريتمنت بتاع الانوفيريشن. طيب ايه الكونترا انديكيشن بتاع ده؟ ممنوع في حالات الليفر ديس اوردر والفيجوال ديستربنس. ليه؟ عشان هتعرف دلوقتي ان هو بيعمل مشاكل في الفيجن. انا لسه ما قلتش الكومبليكيشن بتاعته ولا السايد افكت. انا بقول بس ممنوع في حالات الليفر ديس اوردر. ليه الليفر ديس اوردر؟ اصل بيكسر في الليفر يا عصام. فلما الليفر ما بايظ مش عارف اكسر الكولوميد يبقى انا ما استفدتش. الحاجه الثانيه يا زكريا ان هو ممنوع في حالات الفيجوال ديستربنس لان هو اصلا بيعمل فيجوال ديستربنس. طيب ايه الجرعه بتاعته يا عم زكريا؟ الجرعه بتاعته كلها خمسات. بص بالعقل كده انا عايز اعمل سايكل صح؟ اول ما البنت ينزل عليها الدم، الدم ده هيفضل نازل لمده 5 ايام يا عصام. فانا هاجي من اليوم الخامس ادي من 50 ل 250 ملي جرام من البتاع اللي هو الكولوميد، وتفضل تديها عصام لحد اليوم ال 14. وبعد كده تعمل فيه ايه بقى؟ توقف الكولوميد عشان يحصل زياده في الاستروجين فيعمل حاجه اسمها ال اتش سيرج. تمام يا زكريا؟ يبقى انا الاول ايه؟ ينفع اديه والبنت نازل عليها دم؟ انا استفدت ايه؟ فخلي البنت يا عم تنزل الدوره اللي عندها. فبقول لك تعالى ابدا من اليوم الثاني لليوم الخامس في السايكل. ما هو ممكن البنت ينزل عليها دم يومين، ممكن البنت ينزل عليها دم 5 ايام. يبقى من اليوم الثاني لليوم الخامس يا عم. تحديدا يا عم تعالى في اليوم الخامس وخليها خمسات.
يبقى بتدي 250 مللي جرام في اليوم الخامس لمدة 5 أيام، وبعد كده وقفه عشان تعمل البتاعة دي. طب ايه بقى السايد افكت بتاعه؟ قالك والله البنت اللي بتاخد الكولوميد دي اسمها مهجة، واختها اسمها نيفين، تمام؟ مهجة ونيفين، وانا مش شايف فيهم اي ليبت. بص الاسكيمة هي، بص عصام، مهجة MOH، نيفين NV، تمام؟ انا مش شايف فيهم اي ليبت. يبقى السايد افكت البتاع ده ممكن يعمل يوتير فيز ديفكت. الله، ده بيستخدم في التريتمنت بتاع اليوتير فيز ديفكت، ما هو برضو ممكن يعمل يوتير فيز ديفكت. بص يا زكريا، مهجة MOH، الام ممكن الاندكشن اوف اوفيليشن يطلع لك اكتر من اوفا، فالست تحمل اكتر من حمل، فيحصل لها مالتيبل بريجنز. الاو ممكن يعمل حاجه اسمها سندروم شوت، اسمها اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم. الاتش هيدك، الان والفي في نيفين وزيوفومتنج. انا مش شايف عندي فيجوال ديستربنس، عشان كده قلت بتاع ده كونتر انديكيشن في الفيجوال ديستربنس. مش شايف فيهم اي ليميت. يبقى ايه؟ يوتير فيز ديفكت، تمام؟ في بقى شويه ثلاث تعريفات كده بيتقالوا مع الكولوميد. في حاجه اسمها كولوميد ريزيستنس، كولوميد فيلير، كولوميد بريجننس فيلير. بص، كولوميد ريزيستنس يعني انت بتدي الكولوميد وما حصلش اوفيليشن اصلا. طب كولوميد فيلير يعني انت عصام حصل اوفيليشن، يعني انت اديت كولوميد وحصل اوفيليشن ومع ذلك ما حصلش حمل. يبقى ما حصلش حمل حتى نتيجه ان يعني في اوفيليشن حصل وما حصلش حمل. طب كولوميد بريجننس فيلير يعني انت اديت كولوميد عمل اوفيليشن وحصل حمل والست حصل لها ابورشن. بص الترتيب، كولوميد ريزيستنس يعني انت اصلا اديت الكولوميد وما حصلش اوفيليشن. كولوميد فيلير يعني انت اديت الكولوميد وحصل اوفيليشن بس ما حصلش بريجننسي. طب كولوميد بريجننسي فيلير، اديته وحصل بريجننسي بس حصل ابورشن. كده خلصنا اول دواء اسمه ايه؟ كولوميد. في اي مشكله في الكلام اللي اتقال؟ الدواء اللي بعد كده اسمه هاملك، اسمه ايه؟ اسمه هيومن مينوبوزال جونادوتروبين. هيومن مينوبوزال جونادوتروبين، جونادوتروبين دول هم العصام الاف اس اتش والال اتش. اسمه هيومن مينوبوزال يعني انت جايبه من الست الايه؟ مينوبوز. بيروحوا رايحين على اليورين بتاع الست المينوبوز. ما هو طبعا يا زكريا، الست المينوبوز عصام ما عندهاش اوفري، عندها ماشي بس ما فيهوش الفوليكل اللي يشتغل على الاف اس اتش والال اتش. فيبقى الليفل بتاع الاف اس اتش والال اتش في دمها اخبارهم ايه؟ عاليين في السماء، فينزلوا في اليورين بتاعها. وانت اصلا عايز الاف اس اتش والال اتش عشان تعمل لها دوره، فقال لك تعالى اليورين بتاع الست اللي هي المينوبوز، خد منه 75 وحده اف اس اتش و75 وحده ال اتش، وحطهم مع بعض في امبول واديها للست دي. تتوقع من غير ما نقرا البتاع ده يستخدم لانهي تايم او انهي جروب من الانوفيليشن؟ اكيد الجروب اللي ما فيهوش اف اس اتش والال اتش، اللي هو الجروب رقم 1، واكيد الجروب رقم 2 اللي ما كانش فيه برضو اف اس اتش اللي هو البي سي او، فبيستخدم في جروب 1 و2. في اي مشكله كده يا عصام؟ طب ايه الانديكيشن؟ انا قلت يستخدم في جروب 1 و2، في 2 ثابتين في اي حاجه، اليوتيل فيز ديفكت والجوسبرميا في الميل، تمام؟ البتاع ده امبول واحد 75 وحده ال اتش و75 وحده اف اس اتش، بقى دي برضو من اليوم الثاني من الدوره. طب ايه السايد افكت بتاعته يا عصام؟ بيعمل حاجه اسمها الام والاوف مهجه بس، يعني بيعمل مالتيبل بريجننسي وبيعمل حاجه اسمها اوفيريان هايبر سيميليشن سندروم. خلاص. طيب الحاجه اللي بعد كده بقى، في حاجه اسمها البيور اف اس اتش. اسماء بقى، يلا كده اقول ادويه اسمها بيور اف اس اتش. تتوقع من غير ما نقوله الاف اس اتش كان قليل في الجروب رقم 1 و2، بس هنا انا عايز حاجه اف اس اتش. 1 مش مهم، ادي في 2 اللي هو البي سي او اللي هو ما كانش اصلا في اف اس اتش. ادي جونادوتروبين ريليزنج هرمون، ادي حاجه اسمها اروماتيز انهبيتور. لو انت فاكر يا عصام كان في حاجه اسمها 2 سيل سيوري اوف استرايدوجينيسيس، كان الكوليسترول بيتحول لحاجه اسمها اندروستينادايون، والاندروستينادايون في الجرانيولوزا سيل بيتحول بانزيم اسمه الاروماتيز لاستروجين اي 1. انت هتعمل ايه بقى؟ ادي حاجه تمنع الاروماتيز، فيبقى الليفل بتاع الاستروجين اي 1 قليل. لما الاستروجين يقل الهايبوثالاموس قول ده قل، فتروح مطلع اف اس اتش وال اتش، تروح عادي الدوره. انا بستفزها يعني. او انا ممكن اعمل ايه بقى؟ كومباينيشن بقى، ادي الام اتش جي والاي سي والاتش سي جي والكلوميد مع بعض. كده خلصنا ادويه الاندكشن اوف اوفيليشن. بس في بقى حاجه مهمه كان بيعملها الهمج، ويعملها كمان الكلوميد، تمام؟ وكمان بيعملها ال HCG اللي اسمها ال O Ovarian Hyperstimulation Syndrome. ايه بقى فكرة ال Ovarian Hyperstimulation Syndrome؟ قالك وضع عصام الست من كتر ما هي بتاخد الهمج او بتاخد حاجة اسمها اللي هو ال HCG بيجي لها حاجة اسمها Serous Condition. بس لو ستية حصل لها Pregnancy، يعني الست خدت ادوية اللي هو ال MHG
هذا الام اتش جي وخدت اللي هو الاتش سي جي، وبعد الست دي حامل وهي حامل جالها حاجه اسمها اوفاريان هايبر ستيميليشن سندروم. ايه بقى فكره الاوفاريان هايبر ستيميليشن سندروم؟ بص الاوفاري ده موجود فيه بلاد فيسل، في كابيلاري، اي كابيلاري لايننج بتاعها من جوه حاجه اسمها اندوثيليوم. تمام، الادويه ديت لما بتيجي بتروح مزوده حاجه اسمها فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. الادويه طبعا الادويه دي ماشيه في الدم ايه رايح للأوفري، فبتروح عصام مزودة حاجة اسمها فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور اللي يخلي المسافات ما بين الاندوثيليوم توسع. فلو وسعت المسافات ما بين الاندوثيليوم البرميابيليتي يحصل لها عامل زكريا تزيد، فالدم ده يطلع مية بره فيحصل حاجة اسمها إديمة. ركز بس، إديمة بس الدم جوه طلعت منه المية، فالدم بقى هيمو كونسنتريشن وهايبوتنشن، يعني معنى كده ممكن الأورجان يحصل لها اسكيميا. تمام، تعالى بقى نحكي بقى الليله تاني الباثوجينيسيس. والله الحاجات دي بتزود الفاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور عم زكريا. فلما يزيد الفاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور عصام هيزيد البرميابيليتي، فلما تزيد البرميابيليتي يترشح في الاوفري ميه، فالاوفري يحصل له ايه؟ يكبر ويحصل هيمو كونسنتريشن والدم يحصل له ستيزس، فممكن مفيش دم يروح للكدني فتدخل في رينال بلاد فلو فتدخل في اوليجوريا وانوريا. عشان كده قال لك الكلينيكال بيكتشر ممكن تبقى مايلد او مودريت او سيفير. مايلد والله الاوفري حصل له اللارجمنت بس لسه مش سيست، والبنت وزنها زاد شويه ما في ميه في الاوفري. طب المودريت عم زكريا الاوفري كبر بقى سيستك وفي نوزيا وفومتنج ويت لوس. طب السيفير بقى البنت الاوفري عمال يكبر فعامل بين، يبقى في بين عند البنت دي، وفي بقى ايه الميه زادت فعملت اسايتس باللورال افيوجن اولوجوريا وانوريا عشان اللي هو نقص الرينال بلاد فلو. في اي مشكله كده؟ طب ايه الانواع بتاعت اللي هو الاوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم؟ والله قال لك ايرلي وليت. ايرلي قال لك ممكن تحصل عصام بعد 3 ل 7 ايام من الاتش سي جي، يعني خبيتي خدت اتش سي جي وبعد 3 ل 7 ايام جالها الكلام ده، او ليت اكيد بعد 7 ايام يعني من 12 ل 14 يوم. تمام، ازاي امنعها؟ ازاي امنع البتاعه ديت؟ والله لو البنت بتاخد اتش سي جي قلله شويه، قلل الجرعه بتاعته وعمل لها ريجولار مونيتورنج. ده كده ازاي تمنع. طب ازاي تعالج بقى؟ مش البنت عالجها سيمبتوماتيك، مش البنت دي كده عندها بتاع ده، عندها اللهم صل على النبي عندها هايبوفوليميا وهيمو كونسنتريشن، ممكن تدخل في ثرومبس، ده حاجه اسمها انتي كواجولانت، اديها البيومين. اصل ايه؟ اصل الالبيومين ده بيزود البلازما اونكوتيك بريشر فيسحب الميه اللي طلعت لبره. عندها بين اديها انالجيزك، عندها نوزيا فومتنج اديها انتي هيميتك، اديها انترافينوس فلويد عشان تعوضها بالهايبوفوليميا اللي حصلت لها. في اي مشكله كده في اللي احنا قلناه؟ تمام، طيب كده خلصنا اول حاجه في الاوفيريان فاكتور اللي اسمها انوفيريشن. تعال بقى كده نتكلم عن حاجتين سهلين قوي، حاجه اسمها ليوتير فيز ديفكت وحاجه اسمها كوتينايزنج ارابشر فوليكل. يعتبر نص الدرس بيخلص. حاجه اسمها ليوتير فيز ديفكت، الجزء اللي بعد كده اسمه ميوتيال فيز ديفكت. تمام، ميوتيال فيز ديفكت يعني مشكله في انهي المنسترويشن، يعني مشكله في انهي من السايكل، اكيد النص الثاني من السايكل. طب الميوتيال فيز دي كان بيطلع فيها انهي هرمون؟ يبقى المشكله ايه بقى؟ نقص، يا اما نقص البرودكشن بتاع البروجسترون من الكوربس لوتيوم، يا اما الكوربس لوتيوم بيطلع بروجسترون طبيعي بس هو نفسه مات بدري. تمام، طب ايه الايتيولوجي بتاع الميوتيال فيز ديفكت؟ انا عندي 2 هايبو و2 هايبر و4 دي، 2 هايبر هايبر برولاكتينيميا هايبر اندروجينيزم، والهايبر برولاكتينيميا اخوها بالظبط الهايبوثايروديزم، وبعد كده هايبوسلاميك او بيتيوتري ديفكت. يبقى انا عندي مين اللي هما الاثنين هايبو؟ هايبوسلاميك بيتيوتري ديفكت اللي هو اتش بي او، يبقى انا خدتش اتش والبي. بعد كده هايبوثايروديزم هايبر برولاكتينيميا هايبر اندروجينيزم، واربعه دي. هو البروجسترون ده رايح يشتغل على مين يا عصام؟ مش على الاندوميتريوم؟ يبقى في مشكله في الاندوميتريوم، نقص البروجسترون ريسبتور في الاندوميتريوم، او الاندوميتريوم في اندوميتريوزس او اندوميترايتس، او انا باخد ادويه اصلا الادويه دي كلها بتعمل ليوتيال فيز ديفكت اللي احنا لسه قايلينها من شويه، كان الكولوميد والاتش ام جي مش كانوا بيعملوا ليوتيال فيز ديفكت سكاسايد ديفكت؟ تمام. طب ايه الكلينيكال بيكتشر بالراحه دلوقتي؟ الكوربس ليوتيام، ركز بقى معايا كده في الرياضه المخطط ده، المفروض النص الثاني من الدوره بيقعد كام يوم؟ 14 يوم. الدوره كلها كام اسبوع؟ 4 اسابيع. اول اسبوعين يا عم تمام، جيل الكوربس ليوتيام مات بدري، مات بدري، فالسايكل تبقى تقعد 4 اسابيع ولا اقل من 4 اسابيع؟ فالدوره تيجي ايه بقى؟ فريكوينت، يبقى اسمها بوليمونوريه. اول اعصام
المفروض الدم بص بص يا زكريا دم المنستريشن بيحصل بعد اليوم 28 من السايكل الاولانيه صح. طب لو الكوربس لوتيا مات بدري مش يحصل شيدنج قبل المنستريشن الجديده، فالبنت يحصل عندها شويه تنقيط قبل الدوره الجديده. وعلى زكريا انا متوقع ان بعد 28 يوم البنت ينزل لها دم. لا ده انا مستني 28 اهو، بس قبل الدوره الجديده ما تيجي البنت نقطت شويه دم لان الكوربس لوتيا مات بدري شويه، فحصل دم قبل الدوره فسموها الريجولر مينو راجيا ديسفانكشنال مينو راجيا، اسمها رايبنينج. رايبنينج لما نيجي نشرح الابدورمال ترين بليدنج هتعرفوها، فاسمها الريجولر رايبنينج. يبقى الريجولر رايبنينج دم بعد الدوره ولا قبل الدوره؟ قبل الدوره. فكده الدوره تطول يبقى اسمها ديسفانكشنال مينو راجيا، الدوره طولت. ليه يا زكريا؟ الدوره من 2 ل 5 ايام، انت خدت يومين قبل كمان وخدت كميه ازيد يبقى اسمها مينو راجيا dysfunction من الرجل. طب الدورة حصلت بسرعة سريعة البتاع ده رابشر بدري بس اسمها بوليمينورية. طب لما بيحصل يوتير فيز ديفكت مش ممكن يحصل انفيرتيليتي ويحصل ريكارنت ابورشن؟ لما اجي اعمل انفستيجيشن والنبي ما نبص يوتير فيز ديفكت لما اجي اعمل انفستيجيشن، اولا البيزال بودي تمبريتشر باي فيز باي ازاي؟ مونو طبعا. ركز بقى كده ركز انت الكيرف باي فيزك. ليه بقى؟ هو مش فيه بروجسترون يا عصام؟ هل انا قلت لك مفيش بروجسترون؟ في الانوفيوليشن الكيرف ايه؟ مونو. اصلا ما حصلش اوفيوليشن اصلا، يبقى انا الكيرف زي ما انت قلت يا زكريا ايه؟ باي فيزك. تمام؟ يبقى انا الكيرف باي فيزك، يبقى في بيزل بودي تمبريتشر بتبقى عاليه باي فيزك. الحاجه الثانيه الليفل بتاع البروجسترون من 3 ل 10 لو انت فاكر. طب لما نيجي نتكلم على حاجه اسمها الاندوميتريال بايوبسي بيحصل لاج يومين صح؟ احنا لسه قلناها في البتاع ده. في حاجه اسمها اللي هو الالترا ساوند بري اوفيوليتري جريفيان فوليك، عارف يعني مشكله؟ لا ما انا عادي انا حصل عندي اصلا اوفيوليشن. اما في الانوفيوليشن البري اوفيوليتري جريفيان فوليك حجمها صغير مش كبير ما ربشراتش. الكيرف في الانوفيوليشن مونوفيزك، البروجسترون ليفل في الانوفيوليشن اقل من 3 نانو جرام. انما انا بشرح اليوتير فيز ديفكت يا زكريا البيزا بودي تمبريتشر قال لا ده في بروجسترون يبقى باي فيزك، بس الباي فيزك ما يطورش ما يقعدش 14 يوم يقعد 11 يوم. بعد كده البريمستيرو اندوميتريال بايوبسي يحصل لاج اكتر من يومين، بروجسترون ليفل اللي انا بقيسه في الميدل يوتير يبقى من 3 ل 10. طب لما اجي اعمل تريتمنت اعمل تريتمنت للكوز مش في هايبر برولاكتينيميا، ادي ادويه اللي هو البروموكريبتين والكابرجولين والليزورايد. طب فيش حاجه اسمها مش البتاع اليوتير فيز ديفكت فيه مشكله في البروجسترون، ادي بروجسترون يومين بعد ما البادي تمبريتشر تزيد يبقى انا بعالج البروجسترون. او اليوتير فيز ديفكت لو انتوا فاكرين كان في دوايين يستخدموا في اليوتير فيز ديفكت هم الكولوميد والهمج، فديهم هم كمان يعني كاني بعمل اندكشن اوف اوفيليشن. في اي مشكله في اليوتير فيز ديفكت؟ طب الدرس اللي بعد كده اسمه لوتونايزنج انربشر فوليكل. في بعد كده حاجه اسمها ايه؟ لوتونايزد انربشر فوليكل. يعني ايه لوتونايز انربشر فوليكل؟ واحنا اصلا لما قلنا في اليوم ال14 لما بيحصل اوفيليشن مش الجريفيان فوليكل بتربشر ويطلع منها الاوفم، والجريفيان فوليكل دي بتروح متحوله لحاجه اسمها كوربس ايه وتعرف منين اللي هو حصل اوفيليشن ان مين اللي طلعت عندك وانت شايفه اصلا الاوفم. هنا ايه اللي حصل بقى في اللوتونايزد انربشر فوليكل؟ قال لك حصل فيلير ان الماتيور جريفيان فوليكل تربشر، يعني فضلت الجريفيان فوليكل زي ما هي جت لليوم ال14 ما ربشرتش، يبقى كده الاوفم فضلت موجوده جواها صح، وراحت الجريفيان فوليكل متحوله وحصل لها اللوتونايزيشن وتحولت لكوربس ليوتيم. هل في اي مشكله في الليفل بتاع البروجسترون؟ لا يعني كل حاجه تبقى طبيعيه، بس مين اللي مش موجود عندك اصلا عشان تتخصب الاوفن؟ فيبقى اللوتونايز ربشر فوليكل فيلير من الماتيور جريفيان فوليكل تربشر، يعني فضلت الجريفيان فوليكل الاوفن موجوده جواها، وهي نفسها الجريفيان فوليكل في يوم ال14 طالما ما طلعتش الاوفن اتحولت هي نفسها الكوربس ليوتيم حصل لها اللوتونايزيشن. ايه السبب؟ قال لك والله السبب مش معروف، ممكن يبقى الست دي بتاخد مثلا انتي بروستاجلاندين او بتاخد ما بص يا عصام بالعقل كده، اللي يخلي الجريفيان فوليكل تربشر هو البروستاجلاندين لما بتطلع، هي بتاخد انتي بروستاجلاندين. لو انتوا فاكرين ال اتش سيرش كان البروستاجلاندين لما بتزيد بتعمل كونتراكشن للمصل اللي حوالين الاوفري الاوفم عشان تطلع، البروستاجلاندين كان بتزود الفلويد جوه الجريفيان فوليكل عشان الاوفم تربشر وتطلع. هي البنت بتاخد انتي بروستاجلاندين يبقى كده الفوليكل عمرها ما تربشر. هل في اوفم تظهرت؟ يبقى البنت دي يا زكريا مش هيحصل لها حمل، هيحصل لها انفيرتيليتي، يبقى انا كل الاعراض اللي عندي انفيرتيليتي. تمام. لما اجي اعمل انفستيجيشن في بروجسترون ولا مفيش؟ مفيش طبعا بروجسترون. ليه؟ بروجسترون موجود في بروجسترون لان البتاع دي اتحولت لكوربس لوتين. يا زكريا المشكله كلها ان مفيش اوفم اصلا. بحسب بروجسترون. طب هنا في بروجسترون يبقى الليفل بتاعه
اكتر من 10 نانو جرام عادي. البيزا بولز امبريتشر باي فيزيك، لو انت كده اخدت بري اندوميتريال بايوبسي هتلاقي ان هو عادي في سكريتوري تشينج. المشكله يا جماعه كلها ان مفيش اصلا اوفم تلات. لما اجي اعمل تريتمنت ادي ادويه الاندكشن كونفيجريشن احنا قلناها. طيب احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا الفيميل فاكتور الاوفري بس. في بعد كده ايه بقى؟ في حاجه اسمها لا تعالى لي بس الحاجات اللي هي في بيروتونايل فاكتور يوتريان فاكتور سيرفايكال فاكتور. اخد الحاجات السهله بس. في حاجه اسمها بيروتونايل فاكتور، وانتوا عارفين لما الاوفم تطلع من الاوفري مش بتترمي في البيروتونايل كافيتي وتروح الفيمبري يعملها بيك اب وتروح واخدها وحطها جوه. طب ايه بقى اللي يخلي الاوفم ما تدخلش جوه التيوب او يحصل لها بيك اب؟ هي ترمت الاول في البيروتونايل. اكيد ايه بقى؟ كلمه كاتينيوم يا عم، او ممكن نقولها بطريقه ثانيه عصب. ان الست دي ماشي الكاتينيوم كان عندها تي تعرضت لتروما مثلا، حصل لها انفلاميشن، حصل لها ورم، حصل لها اي حاجه عملت انتر بروتونيال ادهيجن. فالانت لو حصل انتر بروتونيال ادهيجن البروتونيوم حصل له ادهيجن، تعرف الفيمبريا تعمل بيك اب؟ لا. طب ازاي تعمل، ازاي تشخص الكلام ده يا عصام؟ باللابروسكوب والهيستروسالبينجوجراف. لما تيجي تعمل تريتمنت مش في انتر بروتونيال ادهيجن، شيل الادهيجن اعمل اديشن اديسولايسيس، او ما ينفعش الكلام ده يا عم، ادخل انت هات الاوفم وزرعها بره اسيستد ريبرودكتيف تكنيك اطفال انابيب. كده خلصنا بالبروتونيال فاكتور. طب خش على اليوترين فاكتور. اللي هم اليوترين فاكتور ثلاث حاجات. والله ممكن يحصل يوترين هايبوبليزيا او ايشرمان سندروم او صب ميوكاس فايبرويد. بص انا مش هقول ثلاث اسباب، هقول الثلاث اسباب تشخصهم ازاي وازاي توصل الانفستيجيشن وازاي تعمل لهم تريتمنت. اول حاجه يوترين هايبوبليزيا تشخصه ازاي؟ بالهيستوري. البنت تقول لك انا الدوره اللي عندي قليله قوي، هو اليوترس حجمه صغير فالدم اللي هيبقى فيه صغير، يبقى اليوترين هايبوبليزيا بيصعبها هايبو امينوريه. تشخصه ازاي؟ بالالترا ساوند. تعمل تريتمنت ازاي؟ ادي استروجين وبروجسترون. طب الايشرمان سندروم ايه الهيستوري؟ انا عندي هيستوري اوف ابورشن، هيستوري اوف كرونيك انفيكشن، هيستوري اوف مايوميكتومي. البنت عملت ابورشن ودايليتيشن وكيوريتاج. لو انتوا فاكرين النهارده احنا بنشرح امينوريه الايشرمان كنت بشخصه بالادق الهيستروسكوب وكنت بشوف درجات الادهيجن، كنت بعالج بعمل ريسكتوسكوب وبحط بالونه عشان ما يحصلش وبدي كورتيزون. طب صب ميوكاس فايبرويد، صب ميوكاس فايبرويد معناها ان اليوترس حصل فيه ورم، الصب ميوكاس فايبرويد ده انترفير مع الامبلانتيشن بتاع الفيرتلايزد اوفم فالبنت يحصل لها ابورشن. تمام. صب ميوكاس فايبرويد لما نيجي نذاكر الفايبرويد كان اكتر حاجه تعمل مينوراجيا او مينو ميتروراجيا، يعني دم كتير ملوش علاقه بالاستريويشن. اعالج البتاع اللي هو صب ميوكاس فايبرويد كنت بعمل مايوميكتومي، انا بجمع اسباب ملهاش لازمه اصلا. ففي حاجه اسمها سيرفايكال فاكتور. ايه سيرفايكال فاكتور؟ السيرفكس عم زكريا، هو السيرفكس ده عصام مش هو المكان اللي بيدخل منه السبرم عشان يوصل للاوفم يعمل فيرتلايزيشن. والله ممكن يحصل حاجه اسمها سيرفايكال اتريزيا، يحصل عندك حاجه اسمها سيرفاسايت. انا بس كل حاجه بقى بضيقها وبعمل فيها انفلاكاتينم يا عم. اول حاجه كونجينيتال السيرفكس مقفول، تي تعرضت لتروما. دلوقتي في السيرفايكال فاكتور كلمه كاتينم، تمام. السي اللي هي عندك اللي هي كونجينيتال في اتريزيا، الدي اللي هي تروما، الاي انفلاميشن اللي هو سيرفاسايتس، الان نيوبلاستيك اللي هو سيرفايكال فايبرويد، والام ميسلينياس اللي في حاجه اسمها سيرفايكال انتي بودي، انتي سبيرم انتي بودي، ان السبيرم هو معدي طلعت انتي بودي بتكسر السبيرم. طب هو انا ازاي اشخص ان السيرفكس ده كويس ويسمح ان السبيرم ده يعدي؟ بشوف السيرفايكال ميوكس، يعني بشوف الكواليتي بتاعت السيرفايكال ميوكس، وبعمل حاجه اسمها بوست كويتال تيست، يعني من اسمه بعد السكشوال انتركورس. يعني بعمل ايه؟ عامل اعصاب واروح جاي على السيرفايكال ميوكس وفي الميد سايكل، واعمل حاجه اسمها فيرني تيست وستريت تيست، اكيد هلاقيهم نيجاتيف افتر بينج بوزيتيف. لو فضلوا زي ما هم بوزيتيف كده في مشكله. بشوف السيرفايكال ميوكس في الميد سايكل المفروض يبقى سيك وايه وسكانتي. طب لو انا لقيته بروفيوز وسندي يبقى في مشكله، يعني معنى كده النص التاني من الدوره في مشكله. طيب بعد كده في حاجه اسمها اللي هو البوست كويتال تيست، يعني طيب في بقى حاجه اسمها اللي هو البوست كويتال تيست او اسمه اللي هو سيمز هانر. ايه بقى فكره البتاع ده يا عصام؟ قال لك تعالى خلي البنت دي تجيلك، واهم حاجه ما تبقاش عامله اي فاجينال دوشز ولا سيكشوال انتر كورس لمده يومين لثلاث ايام، ويكون الراجل ده السيمن اللي عنده كويس، ويعملوا سيكشوال انتر كورس قبل الاوفيوليشن، وتعالى بعد ما حصل سيكشوال انتر كورس مش كده الميل طلع السيمن بتاعه وترمى في البوستيريور فاجينال فورنكس عند الست دي، تعالى وخد اتنين سامبل، خدهم البوستيريور فاجينال فورنكس والسيرفايكال ميوكس.
لو انت لقيت اكتر من 5 سبرم مطايل, يعني اكتر من 5 سبرم بيتحركوا في السيرفايكال ميوكس, يبقى كده السيرفايكال ميوكس كويس, ما هو سامح حركه السبرم خلاص. طب في بقى حاجه اسمها اللي هو ايه, يعمل الكالتشر وسنسيتيفيتي عشان لو في حاجه اسمها سيرفاسايتس. طب في حاجه اسمها فاجينال فاكتور, ما تمشيها برضو كده الكاتينا معاك وريحها, فاجينال اتريزيا حسب الفاجينايتس, فاجينال تيومر, الكلام ده كله. اهم بقى حاجه, اهم حاجه هي التيوبال فاكتور. احنا قلنا اول حاجه مهمه كانت الاوفري, كان الفيرست كومن كوز بتاع البرايمري انفيرتيليتي كان الاوفريشن. السكند كومن كوز بتاع البرايمري او الكومنست كوز, كومنست كوز بتاع السكند انفيرتيليتي هو التيوبال. يبقى زكريا مين هو الكومنست كوز بتاع البرايمري؟ الانوفيوليشن. مين هو الكومنست كوز بتاع السكندري انفيرتيليتي؟ التيوبال فاكتور. التيوبال فاكتور هو ايه فايده التيوب؟ ان التيوب ديت بيمشي فيها, بيحصل فيها اول هي سايت اوف فيرتلايزيشن, بتغذي الفيرتلايزد اوفم وتفضل تحركها لحد ما توصل لليوترس عشان يحصل لها امبلانتيشن. فسبب اللي هو يعني السكندري انفيرتيليتي في الفيميل بايلاترال تيوبال بلوك. لو انا قلت يونيلاترال وانا غلطان, اصل لو واحده مقفول عندها الفلوبيان تيوب ما هتحمل يا عم من الثانيه, يبقى بايلاترال تيوبال بلوك. اسبابها كلمه كاتينا, كونجينيتال حصل فيلير اوف كانالايزيشن, تي تعرضت للتروما سيرجي انفلاماتوري, كان في حاجه اسمها كرونيك انترستيشيال بيريسالبنجايتس بيلفيك انفلاماتوري ديزيز, اللي كان اسمه كرونيك انترستيشيال سالبنجايتس. كان كرونيك انترستيشيال سالبنجايتس بيجي في المصل, يحصل له هيلينج باي فايبروزس فيقفل التيوب, فكان ممكن يعمل تيوبال بريجننسي اصلا. طب نيوبلاستيك ورم فايبرويد, طب انا ازاي اشخص التيوبال فاكتور؟ في حاجه اسمها هيستو سالبنجوجراف, في لابروسكوب, في حاجه اسمها اللي هو سونو هيستروجرافي. دول ثلاثة اللي انا دول اصلا بيتشرحوا الثلاثة. في حاجه اسمها تيوبال انسفليشن وحاجه اسمها كايموجراف, دول بطلوا يستخدموهم. همسكهم واحد واحد واتكلم عليهم. في حاجه اسمها هيستيرو سالبنجوجراف اللي هو الاتش اس جي. هيستيرو سالبنجوجراف من اسمه, يعني انا هستخدم صبغه والصبغه دي تصور اليوترس اللي هو الهيستيرو والسالبنجو اللي هي التيوب. يبقى انا بعمل ايه بقى؟ بعمل انجكشن لحاجه اسمها كونتراست ميديوم, بعمل انجكشن لحاجه هتعرفوها دلوقتي اسمها يوروغرافي. البتاع دي بدخلها من السيرفكس عن طريق حاجه اسمها ترانس سيرفايكال كانيولا. حطيت الماده ديت من الترانس سيرفايكال كانيولا والماده دي ترمت في اليوترس وطلعت للفالوبيان تيوب, فراحت مصوره لي التيوب مع اليوترس. انا حطيت الصبغه وبالاكس راي رحت شايف الصبغه ديت موجوده. الصبغه دي اسمها عم زكريا اسمها يوروغرافي, والصبغه ديت تبقى ووتر سوليابل. ووتر سوليابل ليه ما بستخدمش اويل؟ اصل الاويل يعمل حاجه اسمها اويل امبوليزم. الصبغه دي بتبقى ووتر سوليابل, بتتكون من ايه؟ 4% 40% ايودين وميه. باخد كام فيلم يا عصام؟ باخد فيلمين, فيلم اولاني اول ما حطيت الصبغه, والفيلم الثاني بعد 10 ل 15 دقيقه من الصبغه اللي انت حطيتها. تمام. طب ايه التايمينج؟ قد الصبغه قبل ما يحصل المنستريشن ولا بعد نهايه المنستريشن؟ اكيد بعد نهايه المنستريشن. طيب الهيسترو سالبنجوجراف بيبين لك ايه؟ بيبين اي بي سي. الاي بيبين لو في حاجه اسمها انترا يوتراين ادهيجن, لو في انترا بريتونيال ادهيجن, لو في يوتراين انومالي. ادي ثلاثه بحرف الايه اهو, انا قلت اي بي سي. الاي لو في اتنين ادهيجن يا زكريا, انترا يوتراين ادهيجن, بريتونيال ادهيجن, ويوتراين انومالي هايبوز, ممكن اليوترس يبقى حجمه صغير او بايكورنيت يوترس. طب البي تيوبال بلوك. طب السي خليها اس صدمي, لو في صدمي يوكس فايبرويد يا عصام كان بيحصل حاجه اسمها اليوجرال فيلينج, يدي شيء يعني الصبغه تصبغ كل اليوترس ما عدا الحته اللي فيها الصدمي يوكس فايبرويد. طب ايه الكونترا اندكيشن بتاعه الهستيريو سالبنجوجراف؟ ممنوع امتى الهستيريو سالبنجوجراف؟ اكيد لو الست حامل, لو هي بريجننت, لو الست عندها بلفيك انفيكشن, ما الصبغه دي هتعمل سبريد للانفيكشن. لو الست عندها بليدنج ومنستريشن, انا كده يا سلام ده في دم وانت اديت صبغه, ده دم وصبغه مع بعض, يا سلام ده الانفكشن يعشق اللي هو يعيش عليهم. ولو في حاجه اسمها قبل بري منستريوال, بص انا بعمل هيستو سيرفنجوجراف بعد نهايه المنستريشن, بعملوش قبل, اصل لو قبل ممكن يا عصام الاندوميتريوم ده قبل المنستريشن مش بيبقى كبير, ممكن وانت اديت الصبغه دي تخلي حته من الاندوميتريوم تنفصل والصبغه تحركها فيحصل اندوميتريوز. يبقى الكونترا انديكيشن 4 بي. بص بري منستريوال, بلفيك انفكشن, بريجننسي, بليدنج ومنستريشن. تمام. طب ايه الكومبليكيشن ممكن يعملها هيستيرو سالبنجوجراف؟ 3 سي. اولا ممكن يعمل وانت داخل تدي الكانيولا, مش انت كنت بتعملها ترانس سيرفايكال, فممكن تعمل سيرفايكال لاسيريشن, ممكن تعمل انفكشن يبقى سيرفاسايتس,
ممكن تعمل كولابس. البنت دي ممكن تدخل في سيفير بين، تدخل في حاجه اسمها فازو فيجال اتاك زي الفل. كده خلصنا مين؟ الهيستروسالبنجوجراف. يبقى الهيستروسالبنجوجراف السبب غير اسمها يوروغرافين، بتتكون من 40% ايودين وميه. كام فيلم باخده؟ فيلمين، وبديها بعد يومين لخمس ايام من المنستريشن. الفاليو بتاعتها بتبان اي بي اس الايه؟ اديجن في اليوترس، اديجن في البروتونيوم انومالي. الاس سام يوكس فايبرويد، والبي تيوبال بلوك. كونتر انديكيشن 4 بي، كومبليكيشن 3 سي. الثلاثه سي اللي عندك هم كولابس، سيرفازايتس، وحاجه اسمها اللي هو سيرفايكال لاسريشن. الحاجه اللي بعد كده عصام هو حاجه اسمها منظار البطن من بره، اسمه لابروسكوب. ايه اللابروسكوب؟ قال لك تعالى يا عصام اعمل انجكشن لحاجه اسمها مسيلين بلو وشوف اللابروسكوب. اللابروسكوب ده بقى امتى اصلا تعمل لابروسكوب؟ قال لك لو كل الانفستيجيشن اللي انت عملتها قالت ان ما فيش اي انومالي ولا في بريجنس، زائد لو الهيستروسالبنجوجراف قال لك ان في حاجه اسمها 2 بي تيوبال بلوك وانتربروتونيال ادهيجن. فانت تدخل بقى باللابروسكوب تشوف مكان البلوك ده فين وتشوف مكان الادهيجن ده فين. طب في حاجه اسمها سونو هيستيروجراف. سونو يعني سونار، هيستيروجراف يعني انا هعمل ايه؟ هدخل بالسونار من الفاجينا عشان اشوف اليوترس. هل انا قلت هيستيروسالبنجيو ولا قلت هيستيرو بس؟ يبقى انا بشوف هنا اليوترس بس. بحقن المادة ممكن يعمل صلاين في مادة اسمها ايكو فيست، وتروح انت تعمل ترانس فاجينال سونوجرافي. هل انت هنا استخدمت اناسيزيا او راديشن او في اي او استخدمت انت تعمل اصلا اوفيريان اكزامينيشن؟ لا، دخلت يا عم اديت صبغه ورحت داخل بالسونار ترانس فاجينال، شفت اليوترس وشويه شفت التيوب، شفت التيوب البلوك لو في اي يوتران او ملا او فايبرويد. ازاي بقى اعالج التيوب الفاكتور؟ قال لك رقم واحد لو في ادهيجن وانت مش عارف تعمل طلقه الاوفم، خش انت لقطها واعملها بره، يبقى اسيستد ريبرودكتيف تكنيك. ممكن تعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ ترانس سيرفايكال كانيوليشن للفالوبيان تيوب. يعني لو بص لو التيوب مقفوله فيها بلوك، ادخل بكانيولا من السيرفكس ووصل مش 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 في حد ما تفتح التيوب المقفوله. او في بقى حاجه اسمها تيوب سيرجري. لو في حاجه اسمها ادهيجن اعمل ادهيسولايسز. لو في الفيمبريا فيها ادهيجن اعمل فيمبريولايسيس. وتعمل ايه بقى يا زكريا؟ قال لك ممكن تعمل سالبنجكتومي، يعني قصدي حاجه اسمها سالبنجوستومي. يعني سالبنجوستومي واصله انها تيوب. ممكن تعمل اكسيجن اند اندو تو اند انستموز. بص مش في حته في التيوب فيها ادهيجن، شيلها اعملها اكسيجن وخد الحته الحلوه خيطها مع الاوفري اند تو اند انستموز. طب في حاجه اسمها ايه بقى؟ في حاجه اسمها تيوبو كورنيوال انستموزس. معناها ايه؟ قال لك تعالى شيل التيوب كلها وهات الاوفري وخيطه في التيوب عند الكورنيو، بحيث لما الاوفم تطلع من البتاع ديت تتحط عند الكورنيو ويحصل الفيرتلايزيشن عند الكورنيو. تمام. يبقى التيوب الفاكتور بتعالج ازاي؟ رقم واحد اسيست البرودكتيف تكنيك، بعد كده اعمل حاجه اسمها ترانس كانيوليشن، ترانس سيرفايكال كانيوليشن في الاوفري تيوب، بعد كده في السيرجري، سيرجري ادهيسولايسيس وفيمبريولايسيس، واعمل سالبنجوستومي اندو تو اند انستموزس واكسيجن وتيوبو كورنيال انستموزس. اخر حاجتين فاضلين لينا هما الميل فاكتور. احنا قلنا اسباب الانفيرتيلتي يا عصام كانت في ميل وميل ضمهم مع بعض، ادي البوست الاثنين مع بعض، بعد كده اللي هو الانكسبلنت، وفي حاجه اسمها ديستربنس في السكشوال ريليشن شيب. انا فاضل لي الميل والانكسبلنت انفيرتيلتي. يلا في بقى حاجه اسمها الميل فاكتور بتاع الانفيرتيليتي. ايه بقى الميل فاكتور بتاع الانفيرتيليتي؟ بصوا انا دلوقتي اصلا كان عندي زكريا حاجه اسمها الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس بيطلع حاجه اسمها جونادو تريبيول ريليزنج هرمون، يروح على البيتيوتري فهيقول البيتيوتري طلعي اف اس اتش وال اتش. اللي هيروح يشتغلوا بقى على التستس. انا دلوقتي في الميل، بعد كده التستس تروح مطلعه هرمون اسمه تستوستيرون اللي يعمل حاجه اسمها سبرماتوجينيسيس، فيطلع السبرمات وتمشي في الاثنين فاز ديفرنس عشان يوصلوا للبتاع اللي هو السيمينال فيزيكل، وبعد كده السيمينال فيزيكل تربي السيمن في البتاع اللي هو اليوريثرا ويخرج بقى من البينوس. فانا دلوقتي لو انا عايز اعمل ميل فاكتور، مش الطريق قبل التستس هو الهايبوثالاموس والبيتيوتري، فالطريق ده اسمه بري تيستيكولر. او ممكن تبقى المشكله في التستس نفسها يبقى اسمي تيستيكولر، او ممكن المشكله بعد التستس. مين اللي بعد التستس يا عصام؟ الفاز ديفرنس. انا عندي كام باس ديفرنس؟ 2. تمام. بص ايه الاسباب البريتستيكولر من غير حفظ؟ والله مشكله في الهايبوثالاموس، مشكله في البيتيوتري. لو في هايبوثالاميك ديفكت بيتيوتري ديفكت، او نقول بقى اللي احنا حافظينه هايبر اندروجينيزم. ازاي اقولها؟ ازاي ده مين عادي؟ اقول بقى هايبر برولاكتينيميا.
وهايبوثايروديزم، الاثنين دول اخوات. او لو البنت دي بتاخد اندروجين من بره، ما لو خدت اندروجين من بره يبقى اللي جوه مش هيطلع. الواد قصدي بياخد اندروجين من بره، فلو خد اندروجين من بره الذكريه اللي جوه مش هيطلع. يبقى الحاجات البريت استكرار يا اما هايبوثالاميك يا اما بيتيوتري، يا اما بقى هايبربرولاكتينيميا هايبوثايروديزم وانكنترول دايابيتس وبتاخد اندروجين من بره. طب ممكن المشكله تبقى في التستس. تستس كلمه كاتينم، مشاكل التستيكولار سيكونجينيتال اندستندد تستس، تروما يا اما براديشن يا اما سيرمن خلت التستس ما بتطلعش اصلا سبرمات. الاي انفلاميشن بيحصل من المامبس اللي كان بتعمل اوركايتس، اوركايتس واوفرايتس اللي بقى الانفلاميشن بالمامبس. الان نيوبلاستيك، في حاجات ميسلينياس بقى، ايه ميسلينياس؟ الراديشن، اوتوميون ديزيز، كلاين فلتر سندروم. كان الكلاين فلتر سندروم ده الراجل اصلا ما عندوش سيمن اصلا بيطلع. طب البوست بقى تستيكر هي المهمه بقى، البوست تستيكر اللي انا قفلت الفاز ديفرنس زي ما كنت عندي الفيميل تيوبل كنت بعمل بايلاترال تيوبل بلوك، يبقى هنا لازم اعمل في الاثنين فاز ديفرنس، يبقى بايلاترال اوبستراكشن في الفايز في الفاز ديفرنس. اللي يعمل بايلاترال اوبستراكشن في الفاز ديفرنس اكيد كونجينيتال ابسنس للبوست لو الفاز ديفرنس ابسنس، او انا كدكتور ربطت الناحيتين يبقى بايلاترال ليجيشن او كونجينيتال ابسنس، او لو في انفكشن بالجنوريه او لو في حاجه اسمها ام موتايل سيليا سندروم، فاكرين الكارتاجنر سندروم، فالسيمن والسبرمات مش عارفه تتحرك. طب افرض يا عم الفاز ديفرنس سليمه والراجل ده بيطلع عنده سيمن، ممكن بقى السيمن دي مش عارفه تدخل في الفاجينا، هو ما عنده امبوتنس او عنده ريتروجريد ايجاكوليشن، يعني بدل ما يرمي السيمن في الفاجينا السيمن عنده بيرد فيه هو. تمام، ده كده اللي هو بريت ستيكرر وتستيكرر وبوست ستيكرر. تمام، طب ازاي اعمل دايجنوزس لواحد ميل فاكتور؟ اكيد اشهر حاجه تتعمل هو سيمن اناليسيس، ده مشهور جدا. يبقى بص، في هيستوري وفي اكزامينيشن وفي انفستيجيشن، وفي حاجة اسمها مهمة بقى سيمين اناليسيس. بقى انا بتكلم دلوقتي على الانفستيجيشن بقى، سيمين اناليسيس ازاي ياخد عينة سيمين راجل؟ يا اما يعمل حاجة اسمها اللي هو ماستر بيشن، يا اما كويتس انتربتس، يعني يحصل سيكشوال انتركورس، بس اقول له ما ترميش السيمين في الفاجينا، اخد انا السيمين ده بره واعمل بتاع ده اكزامينيشن. بص بقى، عشان الكلام اللي هيتقال هقول الابنورمال بتاعه معاه. يعني اول حاجة بص، انا باخد عينة السيمين بشوف الفوليوم، بشوف النمبر بتاعت الاسبرمات اللي موجودة فيها اللي هو الاسبرم كاونت، بشوف البي اتش، بشوف التوتال موتيليتي بتاعت الاسبرمات، وبشوف النورمال فورم من الاسبرمات. بص بقى ركز كده، بص انا قلت ايه؟ قلت فوليوم، بص بخليها بالترتيب كده احسن، فوليوم بعد كده عصام البي اتش، بعد كده الاسبرم كاونت، بعد كده الموتيليتي توتال موتيليتي، بعد كده الفورمز. بكتبها ازاي؟ 15 ماشي، 15 4 4 مش بس معايا واحده واحده. الفوليوم 15 حط ما بين الواحد والخمسة نقطه يبقى 1.5 مللي. الاسبرم كاونت 15 مليون في الملي. التوتال موتيليتي مش 4 خليها 40%، والنورمال فورمز اكتر من 4%. يعني لو التوتال موتيليتي كانت اكتر من 40% بل السيمن حلو، الفورمز اكتر من 4% حلوه خلاص. طب البي اتش اي سيكريشن في الجسم بيبقى الكالاين ما عدا الجاستريك والفاجينال، ما هو لازم السيمن بتاع السبرم يبقى الكالاين. تمام، طب بص بقى تعالى نعكس ابنورماليتي. بص عصام، هو الفوليوم كام؟ كام مللي يا زكريا؟ مش 1.5 مللي؟ بص انا هاخد الابنورماليتي على طول، الفوليوم 1.5 مللي مللي، لو كان الفوليوم اقل من 1.5 مللي يبقى اسمها هايبوسبرميا، طب اكتر من 7 مللي يبقى اسمها هايبرسبرميا، طب مفيش اصلا سيمن، مفيش سيمن يبقى اسمها اسبرميا. بص ركز، مين بالنسبه لك الاكتر؟ السيمن 1.5 مللي والاسبرمات 15 مليون، يبقى مين الاكبر في العدد؟ الاسبرمات، يبقى الاكبر في الكلمه. يبقى لو مفيش اسبرمات اسمها ازوسبرميا، لو مفيش سيمن يبقى اسمها اسبرميا. انا دلوقتي بتكلم على الفوليوم، الفوليوم 1.5 مللي، لو اقل من 1.5 يبقى اسمها هايبوسبرميا، اكتر من 7 مللي يبقى اسمها هايبرسبرميا، ما فيش سيمن يبقى اسمها اسبرميا. طب الكاونت مش كان 15 مليون في الملي؟ لو كان اكتر اقل من 15 مليون يبقى اسمها اوليجو، اكتر من 250 مليون يبقى اسمها بولي، ما فيش اسبرمات اصلا يبقى اسمها ازوسبرميا. طب الموتيليتي مش كانت اكتر 40%؟ طب بص بقى زكريا، ممكن الاسبرم يبقى ويك، ويك كان في مصر ويكنس في مصر اسمها اسينيا، يبقى اسمها اسينو
قلنا الويك سبيرم اسمه ماسل ويكنس لما كان بيحصل اسمها اسينيا، بس ما حاجه اسمها اسينوزو سبيرميا. طب دي سبيرم نيكروزو سبيرميا ايه؟ ماشي قولها زي ما انت عايز، اسينوزو سبيرميا نيكروزو سبيرميا. طب في حاجه اسمها زياده في الابنورمال فيلم اسمها تريتو سبيرميا، تمام. طب ايه الالترا طبعا احنا لسه في الانفستيجيشن، ممكن اعمل الترا ساوند، ممكن اعمل الترا ساوند، ممكن اعمل هرمونال سي، ممكن اشوف الـ اخد بايوبسي، تمام. طيب ايه التريتمنت يا ابني الريكورد ده ازاي؟ التريتمنت اللي انا اعمله، هعمل تريتمنت للكوز، ممكن لو في حاجه اسمها فاريكوسيل اعمل لها تريتمنت، او ممكن اعمل حاجه اسمها ايه بقى انترا حاجه اسمها ان فيترو فيرتيلايزيشن ان يوترو فيرتيلايزيشن الكلام ده كله، تمام. اخر حاجه بقى خالص بقى فضلنا عشان الفيرتيلتي تبقى خلصت، في حاجه اسمها انكسبلند انفيرتيلتي. بصوا الرسمه دي انكسبلند انفيرتيلتي، فاكرين فيلم الليمبي؟ انت كويس وهي كويسه بس انتوا الاثنين مع بعض ما تخلفوش، سببها مش معروف اصلا، فيلير اوف كونسبشن من غير ما يكون لها سبب. فاحنا هنفتي ايه بقى الفتيه بتاعتنا عشان نبص الرسمه الذكريه؟ ممكن يبقى فيه مشكله في الاوفم، اوفم ديسفانكشن، اوفم ديسفانكشن. ممكن في انتي سبيرم انتي بودي بقى مشكله في السبيرم. ممكن يبقى فيه اوكلت انفيكشن، ممكن يبقى فيه سب ميوكس فايبرويد مثلا، او في حاجه يعني في ابنورماليتي في الاندوميتريوم، يعني هو ايه الاندوميتريوم مش عارف يعمل يحصل فيه امبلانتيشن، يبقى فيه ابنورماليتي في الاندوميتريوم، او ان اصلا ما فيش اوفم طلعت، السبيرم دخل ما لقاش اوفم طلعت، مع ان البنت عندها بيزر بات بريشر عالي والبروجستيرون ليفل كويس كل حاجه. دي الحاله اللي كان اسمها لوتونايزد ان رابشر فوليكل، دي اللوف لوتونايزد يعني هي محبوسه جوه تعمل كل الكلام ده عادي، الاوفم ما طلعتش اصلا، تمام. يا اما حصل ابنورماليتي في الديفلوبمنت بتاعه الامبريو. يبقى بص يا زكريا، الاوفم والسبيرم، اوفم فيها ديسفانكشن، السبيرم فيه انتي بودي، انتي بودي اجينست السبيرم، اوكالت انفيكشن، اندوميتريوم ابنورمال، اندوميتريوم اللي هي مش عايز تستجيب يعني، ابنورمال امبريونيك ديفلوبمنت، وحاجه اسمها لوتونايز اند رابشر فوليكل. ايه الانفستيجيشن؟ اكتب كل الانفستيجيشن احنا قلناها قبل كده. ايه التريتمنت؟ قال لك التريتمنت يا زكريا اللي انت ممكن تعمل اندكشن اوف اوفيليشن، او تعمل حاجه اسمها اي ار تي اسيستد ريبرودكتيف تكنيك. اذا خلص الفيديو سلام عليكم.